معكم دكتور إياد سعدة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في ميدي كلينيك مستشفى شارع المطار. رح أخبركم اليوم عن مرض فيروسي يصيب الطرق التنفسية العلوية والسفلية عند الأطفال تحت عمر السنتين، وما يسمى بالمرض المخلوي التنفسي أو RSV. وتبدأ عادة الأعراض عند الأطفال بأعراض نزلة برد خفيفة، سعال جاف، ترفع حراري، ومن ثم مع زيادة الإفرازات في الطرق التنفسية العلوية والسفلية والرئتين إلى ضيق في التنفس وازرقاق وقصور تنفسي. الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض هم الأطفال الذين يولدون دون عمر 35 أسبوع الحملي، أو الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب أو أمراض مزمنة في الرئتين. هذا الفيروس يسمى فيروس موسمي، حيث يبدأ في أكتوبر وينتهي مع بداية شهر إبريل. لذلك بالنسبة للعلاج لا يوجد علاج خاص لهذا الفيروس أو تطعيم، وحاليا تعمل منظمة الصحة العالمية لإيجاد لقاح لهذا الفيروس. وكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج، لذلك يجب أن نحافظ على سلامة هذه الأطفال بالامتناع عن اصطحابهم إلى المناطق المغلقة والمزدحمة ولبس الكمامات وغسيل اليدين. ويوجد أيضا علاج داعم كتطعيم من هذا الفيروس، ويعطى لهذه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، ويعطى شهريا بجرعة واحدة من 3 إلى 5 جرعات. نحن في ميدي كلينيك مستشفى شارع المطار عملنا على توفير هذه الخدمة وتأمينها للأطفال الأكثر عرضة لإصابة بهذه الفيروس، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. ومن هنا أتوجه إليكم بالتمنيات بالصحة والسلامة والعافية، وشكرا.